لي نكبات السيارات طر علي ابو غنى سالفه قد صارت لي يوم كنت في الدوام. كان دائما نسوي خروج من السفينه من ينبع يودونا الجدة يحطونا في فندق ويعطونك تذكره للدمام. فكان يعطونا 150 دولار اللي هي تكلفه مواصلاتك بالسياره غير التذكره حقتك. يعني وصلت مطار الدمام من مطار الدمام الى بيتك يعطونك 150 دولار قيمه ال يا رجل الادم اذا في شيء اقول لك وقعت في سالفه والله اقول لك شوف جيب جري يعطونا 150 دولار اللي هي قيمه المواصلات. المهم انا بنزل في المطار يمكن حول الساعه 9 الصبح وقتها وقت صيف. فدق عليه واحد من اخويا قال انا بستقبلك في المطار. قلت يا رجال ما يحتاج كذا ال 150 دولار انا بيني وبينكم ما ابغى عني. قلت باخذ لي تاكسي بر. المهم يوم نزلت في المطار على ما طلعت شناطي كذا لقيت الساعه 10 والجو صيف حر. اول ما طلعت برا الا سياره الطيب عرفتهم ربعنا ذا سياره الطيب. المهم شفت لي واحد كذا جاز لي شكله هادي رجال كبير وهادي. قلت له سيارتك زينه؟ قال لي بالله زين. اتفقنا على السعر وطلعنا. يوم جيت الى السياره كراسيدا موديل مدري متى انقطعت الكراسيدا صفر موديل ما لها حد ولا رجل. قلت لي متفق معه كذا رجال كبير فيه شيبات. استحيت يا ولد بس ترى خوش مكيف عليه. ها يجيك الكلام. اول ما ركبنا يا طويل العمر الا السياره ما فيها مكيف. قلت احنا ماشي ما فيها مكيف السياره حتى السعر حر بس فاتح هاي مثلث اللي فاتح الدرايش والسموم اللهوب وانا طاق اللطمه لين هنا يا طويل العمر عيوني يلا انها تطلع. يوم قد حماشين شوي الا صوت الكفر ينضرب. هذا اللي طرب وقف الرجال قده كبير يعني في الاربعينات كذا. واستحيت يلا ما تقدر لا تسليه ولا تمشي بدل معه الكفر ومبدل الكفر. يوم خلصنا ومشينا الا فيه تفتيش ونوقف ادري الرجال استماره سيارته منتهيه والرخصه ما ادري وش فيها. وقف العسكري قال حج السياره. قلت يا اخوي هذا كداد. قال طيب عاده بعد كداد وانت رايح معاه؟ قال لا ما في يلا حجز السياره. قلت طيب انا وش اسوي؟ قال دبر نفسك روح عبري ولا ادق على اخوي جواله مسكر شكله رقد الرجال. ادق عليه ادق على عيال الباقيين ما حد رد. واقعد اشر على الطريق عقب الشين جاني واحد بعد نص ساعه في ذا القايله والله وصلت لقدني لو اني خليت رفيق يجيني كان ابرح خال عنك.